نجم نضال الشافعي، بنرحب بحضرتك النهارده. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. النهارده كان وزاره الشباب والرياضه عامله ملتقى دور الفن في دعم البطل الرياضي، شايف ده ازاي ورايك فيه ازاي ان احنا نقدر ندعم البطل الرياضي، وخاصه عندنا ابطال رياضيين الفتره اللي فاتت ظهرت كتير قوي، منهم ميار الشريف مثلا في التنس كتير، يمكن شرفتنا في رولان جاروس فاتت، بس احنا الحمد لله بنتميز في البطولات الرياضيه ان احنا بالذات يمكن بالاخص البطولات الفرديه بناخد ميداليات كتير وكؤوس كتير، يعني الجمعية بتشرفنا برضو في أوقات أكتر. أنا شايف أنه الملتقى النهاردة عنوانه قوي جدا ومهم جدا، يمكن مما أثار رغبتي في الحضور النهاردة، وأنا شاكر لدعوة وزارة الشباب والرياضة ليا وسيادة الوزير دكتور أشرف صبحي، لأنها دعوة كريمة جدا، وفكرة مشاركة الشباب من الفنانين والفن بشكل عام مع وزارة الشباب لمناقشة هذه القضية، أعتقد أن ده شيء حقيقي كويس جدا، لأنه فعلا المجتمع محتاج هذه النماذج، من نماذج النجاح أنها تتعرض على السطح ونشوف كم الصعوبات وكم المشقة اللي واجهها هؤلاء الأبطال في عيشتهم عشان قاطر في الآخر يفوزوا بهذا النجاح العظيم يعني، وده بيبقى قدوة حسنة جدا للشباب، ومهم أنه الفن يبقى يعرض الكثير من هذه النماذج عشان خاطر الشباب يبقى عنده طموح وعنده قدوة حسنة يقدر يكمل بيها حياته بشكل كويس.